هذا هو المسبح الوحيد في مدينة تعز، يبدو مكتظاً بالناس، فهو يستقبل أسبوعياً مئات الزوار، فسحة لأكثر من 2.5 مليون نسمة، عدد سكان المدينة الذين يعدونه مصدراً للاستمتاع بأوقاتهم خارج نطاق حرب دائرة رحاها في مدينتهم. فالمياه نادرة هنا، وأقرب ساحل يبعد عنهم مسافة 100 كيلومتر. في ظل عدم انعدام المياه وشحتها في المدينة، يتجه المواطنون إلى المسبح خاصة في هذه الأجواء الحارة. الآن إحنا في فصل الصيف وداخلين على فصل الصيف، فيحاول الناس الاتجاه إلى المتنفسات المائية، وهذا هو المتنفس الوحيد. رسوم الدخول لهذا المسبح تبلغ 500 ريال للفرد، البعض منهم قادر على دفعها، وآخرون يقللون عدد الزيارات لمرة أسبوعيا أو شهريا أو حتى سنويا في المناسبات والأعياد. ف500 ريال مبلغ يمكن أن يكون فوق طاقتهم بعد أن تركوا لسنوات دون رواتب. الرسوم بالنسبة لي تمام 500، لكن بونس تصعب 500، وهو يجي واصل يعني يشتري نفر أسبوع 5000 أقل شيء. منتزه ومسبح التعاون اضطر للإغلاق منذ بدء حرب الميليشيا في العام 2014، وأعيد فتحه في فبراير من العام الماضي، وحتى مع انتشار مرض الكوليرا وعدد من الأوبئة لم تخف الحركة في المسبح، فالقائمون عليه كما يقول مأمور المقطري ملتزمون بالقواعد الصحية. نحن ملتزمين بقواعد صحية، ابتداء بالنسبة للكلور والحفاظ على المستوى المعين من الكلور، ومعامل البي اتش الحفاظ عليه بين قلوية وحموضات المياه حتى لا يأثر على السباحين والمرتادين للمسبح، بالإضافة إلى وجود فلترات كبيرة ومجهزة بتجهيز كامل من أجل تجديد المياه والحفاظ على نقاوة المياه. يحرص الناس هنا على التعلق بأبسط مظاهر السعادة والحياة، لذا يقبلون بشكل كثيف على هذا المكان، خاصة مع طول أيام الحرب التي تبدو لهم بلا نهاية حتى اليوم على الأقل.